ازاي الكلام ده؟ ده مات موت تربه. لا ده مات مقتول وقدام عناية، بس والكعبة الشريفة مع اللي قتله. وعلي دخله ايه بحكايه زي دي؟ انا عايز افهم. ما هو عصفور الزفت ده حطه في دماغه كمان وتعارك معه عشان. انا مش فاهم حاجه، ازاي يبقى مات مقتول وهم يقولوا ان مات موت تربه؟ المهم علي دلوقتي عشان هم متهمينه. مين دول اللي متهمينه؟ انا سمعت عصفور الزفت ده بيقول لجابر ابن عبعاطي ان علي هو اللي قتل حسن الهمام. مات مقتول وهم بيقولوا مات موت تربه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم الحاج، يا ابو الشيخ يوسف. يعني ما قالتش إنها شافت اللي ضرب؟ لا خلاص. خايف من إيه؟ بس برضو قلقان يا سنية. أنا هطمن واستريح إلا لما الحكاية دي تنام نهائي. سيبك من الحكايات دي، الواد اخوه وابوه جم؟ اه وصلوا، بس حسنين واخوه همام دول مشبوش بعض في حاجه خالص، مش عارف ازاي توم يعني. من يوم ما اتولدوا هما مش شبه بعض، بس لازم انت تجيب لي حسنين ده هنا طوالي وبسرعه. دلوقتي ده لسه في عزا، وقف على دماغه، اول ما العزا يخلص تجيبه هنا دخري. ما تفهميني اللي في دماغك. بعدين بعدين حديث. اتفضل اتفضل يا رجاله، العشاء جاهز. اتفضل اتفضلوا يا جماعه العشاء. ممكن تعفيني انا؟ الله، ليه كده بس يا عم محمود؟ انت هتزعلني منك ولا ايه؟ بيت الكرم كله. معلش خليها وقت تاني، يا دوب اروح. بالله عليك يا عم محمود، تيجي تاكل معانا لقمه؟ عليا الحرام، لا انت واكل معانا لقمه. الله، جرى يا محمود؟ ده احنا ياما كنا وشربنا عندك انا والشيخ حسنين، مش عايز تقعد تاكل عندنا لقمه؟ اقربها الصبح مضيفني في بيته. خلاص يا جماعه اتفضلوا. اتفضل اتفضل اتفضل، حصلت لنا البركه. اتفضل، عشان برضو نقعد القعده بتاعت الشيخ يوسف. اتفضل يا سيدي. واجب برضه واجب. اتفضل. اهلا وسهلا، حصلت لنا البركه. سيدي همام. ها؟ اتفضل. اوصل لنا مشواري. ماشي. استنى. هبقولك. قول يا حسنين. مش يا عم محمود، انا والشفا. كل انا باكل اهو. ده اكل ده انت مكشوف ولا ايه؟ انت في بيتك. انا برضو اللي مكسوف ولا الشيخ حسنين شكله هو اللي مكسوف؟ معلش، تلاقيه هايب المكان كمنه جديد عليه. كل يا شيخ حسنين، ده البيت بيتك. انا الحمد لله. الف هنا وشفا يا حبيبي.
دي اكله دي هو الشيخ حسنين كده اكلته ضعيفه. بقول ايه يا شيخ حسنين، في واحده بتعزك نفسي اشوفك. تعزني انا؟ ايوه معرفه قديمه. وهي فين دي؟ هي عندي في الدار مستنزراك دلوقتي. الحمد لله. بس خليها سرك. كان رسول الله بقى صلى الله عليه وسلم بيخلي سلسل طعامه وسلسل شرابه وسلسل نفسه. عليه الصلاة والسلام. اللهم زيدك من إيمانه يا شيخ حسنين. الله يخليك. الله ينور عليك يا شيخنا. الشيخ حسنين ماشي على خطى الحبيب خطوة خطوة. اللهم ثبت إيمانك. الله يخليك. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بالهنا والشفا. هم الجماعة وصلوا والذي اللي بضرت؟ لا اتفضل انت على المضيق واحنا في ديلك. وماله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الكرم بيكم. اطلعوا انتوا على وادكم ارتاحوا، تتعبتوا معنا النهاردة وانتوا جايين من سفر. كنا هنقعد معك شوية ناخد بخاطرك. لا معلش اطلعوا انتوا، انا ورايا سهراية. اللي تشوفه. يلا يا حسنين. يلا تصبح على خير يا اخويا. انت من اهله. عايزك معي يا عم محمود. يلا احنا يا شيخ حسنين نطلع يا ابن الريح. لا اطلع انت ريح ياب، انا هفك نفسي شويه وراح اتمشى في البلد اهو اتفرج عليه. زي ما تحب يا ابني، اجي معك عشان ما تدوش. لا يا حبيبي اطلع انت ريح، انا هاخد معي عم عكاشة. طب يا حبيبي خد راحتك، هطلع انا نام احسن حيلي ما يدود طول اليوم. الله يكون في العون. اتفضل ياب. يلا يا عم عكاشة لما نشوف الحكايه دي. اتفضل يا ابني اتفضل. يا مرحب. صلاة النبي يا صلاة النبي. سبحان من صور، عمري ما تمنيت نظري يرجع لي قد دلوقت عشان اتملى بنورك يا غالي يا ابن الغالية. تكرم يا خالة. انت ما تعرفنيش، عندك حق. انت كنت ابني كام يوم لما ابوك خدك وطفش قبل جدك ما يقتله. انت خاله ثانيه، ابويا حكى لي عنك ياما. فيه الخير، بس ما حكالكش بقى ايه اللي حصل لي عشان هو ينجى من جدك. لا ما حكاش. اصله ما يعرفش. الف سلام عليك يا خاله. فداك عيني، فداك عيني انت واخوك. ما انتوا عيني اللي بشوف بيها. تسلميلي يا خالة. قد ما عز عليا النهارده فراقه قد ما فرحت لمجيتك. الله يخليك. ومن سمعك انا برضو لما شفتك النهارده كأني شفت أمي بالظبط. اه والله انت كمان زي ابني المرحوم عبعاطي الله يرحمه. صباح. ايه اللي جابك في ساعة زي دي؟ ما تقول ازيك الأول، خايف. صباح تعالي حبيبتي تعالي. العوافي يا خالة. الله يعافيك يا حبيبه. شفت اهي جت لحد عندك اهي. هو في ايه؟ فيه كل خير، بس هو يعقل. اقعدي. جراه يا ام، وانا يعني كنت اتجننت ولا ايه؟ اللي عايز يقف قصاد رجاله حسنين يبقى جرف نفخه حاجه. واديك شفت عينه من اللي ممكن يجرالك. جابر عبعاطي متربص لك ومستني لك على غلطه. يخيبه اللي هو عمل ايه؟ هو روخ جهنا وكان معاه رجاله وكلاب وكان هيخلي الكلاب اللي ينهشوه. لولا شمام الله يستره هو اللي بعت اللي ينجدنا. خلاص بقى ياما ما تفضيها سير. فضها انت، الهي يرضى عنك. يعني عايزين نعيش يا علي، ابوس ايدك. انت مش رايد صباح؟ النبي يا خاله وانا ما رايده غيره. من بكره الصبح تكون كاتب عليها. ها يقولك يا صباح. هو في قول بعد قولك يا خالة اللي تشوفيه؟ من النجمة هشيع للشيخ محمد عشان يجي يكتب. انت
طيب بالاذن بقى هروح اجيب حاجتي انا. مفيش اذن، اقعدي هنا عشان تتعشي مع اهلك. ما تقعد عروستك يا واد، ما تبقاش قفل كده. خليكي معانا يا عروسه. كتحك تتجنن وتشوفك اول ما عرفت انك وصلت انت وابوك وهي على كلمه واحده، هاتهولي اشوفه. ادينا جبناهولك يا ستي. الحمد لله ربنا ما حرمنيش قبل ما اموت. ده الغالي، ابن الغاليه. الله يخليك يا خاله. كنت بتشوف امي؟ امال هي كان لها حد غيري؟ وكان شكلها ايه؟ بدر. اه والله بدر منور. تضحكي على ايه يا وليه يا بنت الكلوي؟ شوفي في جمالها. كنت بتحبيها يا خاله؟ بحبها؟ هلا بحبها، كانش في حد في البلد كلها مش بيحبها. أصلي ما كانش فيه في أخلاق أمك الله يرحمها. عظيمة يا ليلى مش معدية؟ انت اتحملتي على نفسك وجيتي لحد هنا يا عظيمة؟ تعالي تعالي اتفضلي خشي باركي للعروسة. مبروك يا زينب. الله يبارك فيكي. شربات يا ست؟ بلا شربات بلا زيف. اه يا اختي بلاش. منورة. تعالي معايا يا بنت يا سنية. نورتينا الحبة دي يا عظيمة. ما تلحقيني يا بنت الكلب. لسانها كان بينقط شاه. اه والله كانت بلسم تتحط كده على الجرح يطيب يا اخويا. الله يرحمها الله يرحمها. الف رحمة ونور الفتحة لها. لو الأكادة بقى لما يفتح لي بقه واشوف نص انسان جوه. ده ايه ده؟ يما يخرب بيتك خضتيني. اللهم اجعله خير. خير خير ان شاء الله وفرح يا ام علي. الحمد لله. لو النبي يا خال استني هشيلك. لا انا اللي هشيل، اقعدي انت عروستنا. وانا افديك الساعة يا خالة لما اخدم اهلي. ارتاحي يا عروسة. والنبي انا مرتاحة عايزة اخدمك انا يا خال. انا مش خاله يا بنت، انا اما. من هنا ورايح انا اما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، مروني. ما يقمرش عليك عدو يا همام يا ابني. طول عمرك يا همام راجل جدع وعلى خلق ومتفاهم ونور ونبيه. كانت أمنية حياتي إن أنت تكمل دراستك، كان زمانك دلوقتي ليك شأن عالي في التعليم، لولاش جدك الله يرحمه هو اللي خرجك من المدرسة. راجل راجل بمعنى الكلمة، يعتمد عليه في كل شيء، كمل بصحيح. شوف يا همام يا ابني، أنت طبعًا عارف جدك حسنين واللي كان بيعمله في البلد، وطبعًا عارف هو مات إزاي. طب وتفتكر إن الكلام ده مناسب إنه يتقال في أول يوم الراجل ميت فيه؟
والله يا سي همام انا كان رايي ما نتكلمش، لولاش بس الشيخ يوسف هو اللي اصر ان احنا نتكلم الليله دي. ده بس من عشمنا فيك يا همام يا اخويا. اهل البلد متعشمين فيك خير وشايفينك انت غير كل الناس اللي كانوا مع جدك. دول كلهم قصدي يعني تقصد يعني انهم عصابه بلطجيه وحراميه وقتله؟ لا كفر الله الشر يا همام يا اخويا، الموضوع مش كده، هو بس يعني ايوه الموضوع بس يعني ان هم كانوا كانوا بياخدوا اتهوات، واللي مش عاجبه كانوا بيغرقوا له زرعه او يسرقوا بهايمه او يحرقوا له محصول. عارف؟ طب وليه نشوفها بالشكل ده؟ ليه ما تشوفهاش على ان جدك الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه كان راجل محافظ على البلد وعلى خير البلد هو ورجالته؟ احنا بس جايين يعني نسال يا سي همام اذا كان يعني انت هتمشي على ضرب جدك ولا يعني كنا عشان نعرف الترتيب بالظبط ايه. ولك ايه يا شيخ يوسف؟ عايز اسمع كلامك. بص بقى يا حسنين يا ضنايا، انا مبسوطه قوي ان انت رجعت عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه انك عشت طول عمرك يا حبه عيني محروم من خير جدك، بس الحمد لله اديك رجعت واتمتع بقى بخيره. والحاجه التانيه انك هتبقى قريب واشوفك واطمن عليك. ربنا يخليك ويطمنك يا خاله. لا لا خاله، لا امك ده نمك. طبعا طبعا الله يرحمها ويحسن اليها. وبعدين طبعا بعد كل اللي انت حكيتيه ده هو لازم تكوني اقرب واحد ليا في البلد دي. طبعا يا حبيبي، بس انا بقى عايزه اقول لك على مني يعني شايفك كده طيب وعلى نياتك قرب خير. حسك عينك تآمن لأي مخلوق في البلد دي حتى لو كان مين، أخوك حتى لو كان أخوك. عمار يا مخلوف. أمورنا يا همام. الجماعة قاعدين معي الليله دي، القعدة دي عايزين يعرفوا إذا كنت هكمل زي جد ولا لأ. وماله؟ ما هو مستقبل البلد برضك ولازم يطمنوا عليه. طب قول لهم أنا وأنت كنا بنتكلم على إيه بعد العصر النهاردة؟ كنا بنتكلم عن البلد وأحوالها ومراعيتها. وأنا قلت لك إيه عن الإتاوة والدورية والحاجات دي؟ قلت لي انا ماليش دعوه بالحاجات دي خالص، واذا كان جدي ورجالته كانوا بياخدوا اتاوه فانا مش جدي. طب خلاص روح انت يا عمار. يا بنت اوعي بقى. الشاي يا عمار. تسلم ايدك يا عروسه. تسلم. بقول لك يا صباح، نعم، سوي لنا يوه. وانا كنت ناقصك. شاطر. تفري لي شعري يا صباح. تعالي يا اختي. هينفع المقعد الفوقاني ولا ينزلوا يقعدوا معانا في الاوضه الجوانيه؟ خلينا في المقعد احسن. ايوه المقعد حلو وشرح، اول ما النهار يطلع انا وام نعمه هنطلع عليه نخليه فل. ربنا يخليكي لينا ياما. هقوم انا اروح بقى. تروحي فين؟ استني يا بيت. ما خلاص ده بيتك. هروح بس الم حاجتي وتنتني جايه على طول. لساكي عايزه تروح تاني عند ابو نص لسان؟ انت هتبيتي معايا هنا في ريح الليله دي، ومن بكره الصبح هتبقي في مقعدك في حضن جوزك. تعيشي يما، بس لازم اروح الم حاجتي واجي. خلاص يا صباح. يبقى رجلي على رجلك. لا يا علي، انا مش عايزاك تتشاكل مع ابو نص لسان ده، انا هروح الم حاجتي وتنتني جايه على طول. طيب طالما كده بقى يبقى اجي انا معاك عشان ما تمشيش في وقت زي ده لوحدك. لا يا ابو عمار انا ما يتخافش عليا، انا هروح الم حاجتي وتنتني جايه دغري. يلا بالاذن. معناه ايه الكلام ده؟ وضح لنا يا همام يا ابني عشان ما يحصلش لبس.
انا عارف اللي انت قلته، وعارف اكتر منه بكتير، وعارف ان الكلام ده كان بيتقال على جد الله يرحمه من زمان قوي، انه كان بلطجي وقاتل ومجرم. لا سمح الله يا سي همام. لا سمح، سمح يا شيخ محمد. احنا مش عايزين نضحك على روحنا. جد كان بلطجي وكان بيدفع اهل البلد اتاوى عشان يتوه شره. انا اقدر اعمل كده واكتر، بس انا مش جد، مش هعمل كده ابدا. دي البنت صباح الهواجية. ها؟ اللي هناك دي صباح بنت شهية. شهية مين؟ شهية اللي كان ابوك هيتجوزها بعد ما امك ماتت. وابويا كان هيتجوز؟ امال هو ما قالكش الموضوع ده ولا ايه؟ سلم ايدك يا شهية. تسلم يا اخو. هاي شهية، قلتي ايه؟ وده اسمه كلام بردك يا سي حامد؟ ده انت مراتك يا راجل لسه ما ربعنتش، انت عايز الناس تاكل وشنا؟ ما حدش ليه عندنا حاجه، الميت ميتنا والفرح فرحنا. لا هو الميت مش ميت، الميت ميت يا حسنيه. تقدر تقول الكلام ده هو قدام منه؟ مساء الخير يا شهيه. مساء الخير يا سي حامد. الله ما ترد السلام يا سي حامد. رايح جاي على شهية، رايح جاي. اقول له يا راجل عيب عيب، ده انت كنت متجوز بنت الاكابر، مفيش فايدة. اقول له يا راجل ده عظم التربة لسه ما خواخش، مفيش برضك فايدة. ما ورهوش غير كلمة واحدة، بحبها بحبها. كلب عايز يخون بنتي ويتجوز عليها؟ ما تزعلش نفسك يا سي حسنين. وانت مالك انت؟ ازعل نفسي ولا ما ازعلهاش؟ انت مالك؟ انا بس خايف يعني. خاف على نفسك يا اخويا عكاشة. ايوه أمرني يا سي حسنين. الواد حامد يدفن بالحياة. الحياة؟ سمعت قلت لك إيه؟ يتفتح تربة ويتحط فيها حي، فاهم؟ أوامرك يا سي حسنين. بس الحمد لله أبوك نجي منها، خطفك وهربك على البندر عند بيت محمود أبو نصر. طول عمره أصحاب. طب ما تيجي نتمشى ناحية بيوت البلد، أهو أنا أعرف طريقها برضه. بيوت البلد؟ ولا بيت محمود افندي؟ هما مش كلهم ناحيه واحده؟ لا بيت محمود افندي كده شرق، بيوت البلد غرب. نطلع شرق ولا غرب؟ خليها شرق. وماله، نطلع شرق. تعال من هنا. افتح يا ابو عصفور افتح. مين؟ مين؟ افتح يا ابو عصفور. يوه ابو عصفور، أبو عصفور إيه ده؟ مين دي؟ يا أبو عصفور إيه؟ مين؟ أبو عصفور إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ مش مهم الرحمن الرحيم، أنت خرجتي إزاي وإمتى؟ مش مهم إزاي وإمتى، المهم إن أنا عندي حاجة تفرحك. حاجة تفرحني؟ إيه؟ إيه اللي حصل؟ هقول لك. لف من الناحية التانية، نط من الشباك، افتح لي الباب ده عشان مسكر من جوه وأنا هقول لك. افتح مسكر من جوه يعني ايه؟ افتح الباب مسكر من جوه. نط من الشباك افتح لي الباب. يلا حط. يلا مش فاهم حاجه. حط حط مش فاهم حاجه. ايه 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 ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ هقول لك. ايه؟ وانا ليه مين غيرك يعني احكي له؟ بتعملوا ايه يعني؟ هحكي لك كل حاجه واحنا بنشرب كوبايتين شاي. هروح اعمل لك كوبايتين شاي. كوبايتين شاي؟ ايوه. على طب ما تحكي لي وانت بتعملي كوبايتين الشاي. طب ورحمه امي؟ ما انا هحكي لك حاجه غير لما تشرب الشاي الاول. الله يرحم امك شهية، كانت تحب تحكي وهي بتعمل الشاي. ها؟ ايه نحكي واحنا بنشرب الشاي؟ ماشي. احنا بقى ايه؟ نلف لنا سجاره
عشان تبقى سجارة وكوباية شاي. لف يا أخويا لف عشان تمخمخ. لف كده ومخمخ وانت بتشرب الشاي. يا عايب كوباية شاي. يا سلام سيادة العجمة. وماله اشرب اشرب. ايوه اه. اتنصر ابو محمود اهو يا سي حسنين. طب كويس اهو اسلم عليهم. هو مش محمود افندي عندك في القلعه؟ ايوه ايوه بس انا هسلم على خاله منوره ونواره. كده هلمسك؟ مش بتاعتي دي. مشواك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا حسنين حامد. ابن حامد وعظيمة؟ ايوه. اخو همام؟ ايوه اخو همام. يا مرحب يا مرحب نورت البلد. ادخل اتفضل. الله يخليكي. بس اصل معايا عم الحاج عكاشة. عكاشة؟ اه قصدك ابو عبعاطي. ما تيجي يا عكاشة. كتر خيرك يا حاجة، انا هستنى هنا. خد راحتك يا سي حسنين. ما يصحش يا عم الحاج. لا يصح. خد راحتك، انا عفر لي سجارة. اتفضل. يا زينب. يا منورة. قوم ايه بقى؟ رحت زطف المية راح وقع طوال. اه صح. نزل كده زي الجاموسة. كان شكله يضحك ياما. وبعدين. خلصت الشاي والسيجارة؟ اه. طب قوم بقى هر يا عر. هر يا عر؟ طيب. اه يا اه يا اختي. يا اختي يا بطني. ايه ده انت بتعملي ايه؟ انت بتقفلي الباب ولا ايه؟ اتنقل على عينك بغير هدومي يو. طب وايه المشكلة بتقفلي الباب ليه؟ اخرس يا زبالة، مش عايز اسمع صوتك يا معفن. زبالة ايه اللي جرى لك يا بت؟ انت افتحي الباب. يلا يا ناش الاعراض. افتحي يا بت. يلا يا نجس. افتحي كده. افتحي الباب يا بنت. طب عايز تنقش عرضي يا جزمة. بنت افتحي الباب يا بنت. حكاش. شفت مسافة مسافرنا وربنا كاتب لكم ان انتوا تيجوا هنا على طول. اصل جدة كان زعلان قوي واحنا بنلم حاجتنا وراجعين على هنا. معلش النصيب جه كده. الحاج نصر ابو محمود يتقتل ويضطروا يسيبوا البندر ويجوا يقعدوا معايا هنا. اصل انا ماليش غيرهم. ولا احنا لينا غيرك يا جدة. ربنا يخليكم لبعض ويرحمه. أنا لغاية دلوقتي ما تعرفوش مين اللي قتله برضه؟ لا لسه ما عرفناش. ولا هنعرف. البلد دي يا ابني طول عمرها كده، يتعمل فيها مهما يتعمل ولا يتعرفش مين اللي عمل. انتوا أهلي وناسي، وأنا بقى منكم على أهلكم وأرضكم وبهايمكم. عمري ما حط يد على خردلة تخص حد منكم. وإن كان على رجالة أبويا، هما اللي هيزرعوا وهيفلحوا في أرض اللي بقت بور. خلاص ما بقوش يشتغلوا في توات، ما بقوش يلموا إتاوة، هيتعلموا ينتجوا زيهم زي الأجرية والفلاحين. كلنا هنا واحد، مفيش تمييز. من النهاردة مفيش خوف، في خير الناس كلها. أي حد اتخذ منه حق هيرجع. هطلع كل الحيازات والسكوك وهرجع لكل واحد حقه اللي اتخذ منه غصب. كل واحد هيزرع ويقلع لنفسه ولبيته. ما عادش حد هينام خايف على بهيمة ولا على محصول ولا على نفسه ولا على أهله. ربنا يشرح صدرك كمان وكمان يا همام يا ابني وينور طريقك. الحمد لله إنك طلعت عند حسن ظني يا همام. صدق احنا دمنا هرب اول ما سكت كده وندهت وقلت يا عمار يا مخلوف. قلت بس همام هيدفننا مطرح ما احنا قاعدين. اصيل يا سي همام بجد طلعت جدع. يعني اللي هيبقى فيه لا اثوات ولا سرقه ولا خوف. الله يعمل بيتك يا شيخ. ربنا يبارك لك في كل خطاك ويعينك على ما نويت عليه
وقلته دلوقتي. هيعينه ان شاء الله، هيعينه انا متاكد. همام قدها وقدود. سلام عليكم. سلام. سلام عليكم. دار نصر ابو محمود دول ناس طيبين وكمل صحيح. والله الناس دي هم اللي كانوا مهونين علينا القعده انا وابويا في البندر. اهو باين انت كمان ابن اصول. اول ما وصلت جيت تطمن عليهم وتودهم. الله يخليك. أهلاً, اهلا 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 وسهلا. يا اهلا بك يا شيخ حسنين. يا اهلا وسهلا. ما تتفضل شويه. الله يخليك. والله احنا لسه خارجين من البيت عندكم دلوقتي ومسلمين على الجده وخاله منوره ونواره ولسه واكل عاشوره. ماشي يا سيدي. ربنا يخليكم لينا يا رب. ويخليك يا شيخ حسنين. يلا اشوفك على خير. سلام عليكم. سلام, سلام عليكم. يا الله ينور. عارف يا جابر يا ابو عاطي تمشي بدماغك تاني مره هعمل فيك ايه؟ انا قلت امن عليه بس لحسن يهرب. خلاص افتح بمبك. خلاص طيب سماح مش هتتكرر تاني يا كبير. وامشي السعادة. حاضر. اخفى. حاضر. طول عمرك مخك كبير يا همام. ده انت تاخد اجدع شنب البحر وترجعه عطشان. على الله بس تكونوا بتتعلم. انا بس اللي عايز افهمه انت ليه ما كملتش على نظام الرئيس حسنين الله يرحمه؟ ما كان ممشيهم على العجيب ما بيلخبطوهوش وكان بينيمهم من المغربية. كل وقت وله طريقته. بس انا عايز افهم ايه اللي هيفرق؟ ما كانوا خانعين. اللي هيفرق ان موتة الرئيس حسنين بالطريقة اللي مات بيها دي لما هتتعرف في البلد واكيد هتتعرف الناس هتتجرأ علينا مش هنعرف نلمها تاني. انما كده واحدة واحدة هنعرف نسيطر. الله 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 الله. ايه الدماغ المتكلفة دي؟ احنا ما نعرفش حاجة من اللي انت بتقولها دي. ما تسأل الدكتور رؤوف. واسأل ليه الدكتور رؤوف؟ مش هو اللي كشف عليه وشافه وهو اللي كتب تصريح الدفن. وانتوا صليتوا عليه مع الدكتور رؤوف يعني ما لاحظتوش حاجة كده ولا كده؟ الله حزيه يعني. الدنيا كانت عتمة كحله واحنا صلينا بالعافية ونولنا لهم النعش. ايوه يبقى نروح للدكتور رؤوف ونتحقق منه دلوقتي. استنى بس. ما الصباح رباح. هو مش جاي الفجر في الجامع نتلاقى ونستفهم منه؟ لسه بدري خلونا نستفهم منه. استهدى بالله بس وخليه ما فرقتش من سواد الليل. طب وحكايه الوضع عصور والبنت صباح هنعمل فيها ايه دي كمان؟ دي بنت عايزه تعمل لها قصه وحدوته. اكيد هي السبب. دي بنت لونه وبتتمايص وراجل وحدان ومحروم. معناته ايه الكلام ده؟ كلها هي تتلم وهو مش هيقرب لها. كفايه جيرانه. ايوه صح كده. هي تتلم وتبطل مياصه. ربنا يستر على ولانا. يبقى نروح لعلي ابو خضر نستفهم منه دلوقتي برضه؟ ايوه دلوقتي. ولو مش هتيجوا معايا هروح اخبط عليه لوحدي. لا انا هاجي معك. وانا مروح يا حاج يوسف. مروح. يا عماره. يا علي. اها مش قلت لك يا شيخ يوسف؟ اهو محدش بيرد. زمانهم في سبع نومه. وانا مش هيجيني نوم غير لما اعرف الحقيقه.